منيا الحكيم، شو هي الخطوات الاحترازية اللي عم تاخديها هلأ قبل بداية الحلقة؟ أخذ لبنتي الأشعة ما فوق البنفسجية من الأضواء الكهرباء. نعم. ومن أضواء الشمس، هكيك بنتي تكون كي تدخل بأمان، مضمونة. يعني ممنوع دخول هالأشعة ما فوق البنفسجية. ما فوق البنفسجية. وهذه الآلة. نعم. هيدي بتحدد لك قد إيه نسبة الإضاءة. نعم. في الاستوديو، إذا الاستوديو آمن. منيا، ليه الأشعة فوق البنفسجية ممنوع تخترق الاستوديو مثل ما شفنا معك بداية الحلقة كنت عم بتشوفي؟ إذا لأن بنتي من أطفال القمر. لمنيا، شو بتفضلي حدا يعيط لك؟ أطفال الظلام، أطفال القمر، أو أطفال مصابين بمرض اسمه كزيروديرما بيجمنتوسوم؟ أفضل تسمية أطفال القمر، لأنه هذه تسمية ربما هي اللي تبعث ربما نوع من الأمل، نوع من النور، لأنه القمر بصفته معناتها، بما أنه القمر كيف نقوله قمر ونقوله نوع من النور، نوع من الأمل. شو هو مرض أطفال القمر؟ ممكن تحددي لي شو هو هذا المرض؟ مرض أطفال القمر أو ما يسمى بأطفال القمر هو مرض يتحتم أنه يجب على المريض بهذا المرض أن لا يخرج في الأشعة من فوق البنفسجية، أن يحمي نفسه من هذه الأشعة حتى لا يصيب ببعض إن كانت طبيعية من خلال الشمس أو نعم طبيعية أو من الشمس من أو صناعية من الأضواء الاصطناعية. هي هو مرض وراثي نادر ويتميز بحساسية نعم قوية بالجلد. هو مرض وراثي بالطبع، يمس الجلد متاع المريض، مش خاصة الوجه، كامل الجسم. نعم. في كامل أعضاء الجسم. لمياء، شو هي وظيفة الملابس يعني اللي بترتديها؟ مظبوط. أي الملابس هذه من شو مصنوعة؟ شو وظيفتها؟ حكما بدها تحميك من الأشعة الفوق البنفسجية، ولكن من وين بتجيبيها؟ من وين؟ هي القماش هذية معناتها مصنوع في، كنا نقبل نجيبوا اللباس هذية من نازا في أمريكا. من النازا؟ من النازا نعم، وهو معناتها بهذا الثمن، معناتها بهذا جدا. تو ما عادش نجيبوه، الحمد لله توفرت عنا الوسائل ربما باش نجمو نجيبوه باقل سوم، معناتها اقل ثمن. نعم. معناتها باش نحميوه على الاقل، وكما قلت هو لباس كامل مش كامل في الوجه. اذا ما لبست لمية هذه الملابس ولا سمح الله تعرضت بشرتك للاشعه الفوق البنفسجيه، شو ممكن يصير؟ بطبيعه اذا كان باش نقولوا راهو، اذا كان ما تعرضتش معناتها ما حميتش روحي من الاشعه هذه، من الاشعه ما فوق البنفسجيه، بطبيعه حالتي باش تتعكر، حالتي الصحيه باش تتعكر. اول حاجه باش تبدا معناتها كيما نقولوا التشوهات، ربما نقولوا بدات بشويه صغيره في طور النمو، وبعد تولي اورام، تولي تشوهات، تولي مثلا اللي مثلا تمس الانف، تمس العينين، ربما توصل في حتى في معناتها تمس العينين في حتى فقدان البصر، يعني فقدان البصر لا سمح الله، وتمس ايضا تورمات، معناتها ربما تنتهي، مش ربما تنتهي بالموت حتى في سن مبكره قبل من 10 سنوات. شو الفرق بين لمية قبل، لمية بالبدله، ولمية بعد، يعني بعد ما شلحت البدله؟ نجم نقولوا انهم زوز لميات، لمية في النهار هي لمية المحميه بهيك الماسك، ولمية في الليل هي لمية لمية. شو لمية؟ لمية شو؟ لمية اللي لمية الحلوة. وماذا أيضا؟ لمية اللي عندها ثقة بنفسها، وشو كمان؟ ثقة بنفسه ومعندها مواجهة، نجم نواجه العالم. ولكن أنت وقت تظهري الصبح بتكوني بهذه البدلة، الناس شو بتقلك؟ كيف تتعاطى معك وأنت كيف تتعاطي معهم؟ ربما هو راهو المريض بصفة عامة، وخاصة المريض اللي هو في الفيزيك، معناتها نقولوا في عيون الناس أنا نشوف المرض متاعي، معناتها كيف واحد يتعدى في الشارع وأنا لابسة هذيك شابو ماسك التونيو هذيك، يقول يا مخيبها، ربما يشبهوني باللي تصطاد النحل، اللي يصطادوا النحل. توا في الإنفلونزا يقول لك شنية هذيك، شو كيفاش، معناتها نظرة العباد اللي هي صار في بعض المواقف انه
منعوك منعتي مثلا من الدخول الى مكان ما الى مكان عام؟ في مره في وسائل عموميه، معناتها في تاكسي وسائل عموميه عندي الحق، كيف انا كيف انت عندك الحق، انا زيد عندي الحق باش ناخو او باش نستعمل الوسائل العموميه. قال لي لا مش سامحني، قال لي لا معناتها لا تصعدي على السياره نتاعي لانك انت معناتها بالنسبه لي انا تحب انت تقرا مثلا. الشمس الشمس اعطيتيها اسباب تخفيفيه، تعطي اسباب تخفيفيه للناس ام لا؟ مش في كل الاحيان، لانه معناتها ربما ساعات في بعض الاحيان واحد يقول كلمه وربما ما يحسهاش، باثر عليك ترجعي على البيت. بطبيعه ما نحبش نوري للناس اللي معايا لميا الضعيفه، لميا اللي تبكي، لميا اللي ربما تعبت في 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 وقت معين. هذاك المنظر معناتها الجزء هذاك والبارتي هذيك نتاع لميا ما نحبش نوريها قدام العباد، فنحاول اني ربما نواجهه او نحاول نسكت، معناتها نسكت على هو ما قال. اي 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 هواجس عند لميا للمستقبل؟ زوز أولويات اللي هما ربما متوازيين. نعم. الأولى هي أنه ربما نحاولوا نلقاو نحيو كلمة مفهم ليس هناك علاج. نعم. معناتها الكلمة هذه ليس هناك علاج نحاولوا نحيوها، نحاولوا علاش لا نحاولوا نبحثوا على حل لهذا المرض. هذه الأولوية الأولى معناتها اللي هو نعم. ربما بين قوسين العلاج، والثانية ربما على الصعيد الشخصي. نعم. الصعيد الشخصي انه ربما نحاول نوصل نهار او انه العباد تتقبلني وما تغذرش. ان شاء الله انت عم تمشي بال يعني كل 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 المجتمع حدك مفروض يكون. وتحيه ثانيه للميا. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.